دار المستقبل تقدم الشيخ حمد المازوني والقصاصبة محمد طبلطي ومحب علام. رضاة الوالدين مفتاح الجنة أمه، ويا سعد اللي طاع أمه وأبيه، وفي الدنيا سعيد حياته زينة، وفي الآخرة خالقه يعطف عليه. وسبحانه عليهم وصانا أمه، وسبحانه وعليهم وصانا، وفي القرآن زاد وصانا نبيه. طايع والديه في الدنيا يهنا، ويوم القيامة الخالق يرضيه. وبرضات الوالدين ربي يرضانا، وعاصيهم هذاك مولاه يكافيه. ويا رب الأرباب منهم تحفظنا، ورضيهم هما وعاصيهم تهديه. وقادر على كل شيء يا مولانا، وعبدك الضعيف من نار تنجيه. وسامحنا يا خالقي كان غلطنا، وسامحنا يا خالقي كان غلطنا، وعبدك لا تاب فلا ذنب عليه. خاطرك طيب الأندليب، وفي خاطر ولدك عبد القادر وسكان العاصمة. يا بنادم خايف ربي يطيع وتوب، سعف أبيك والحنين رضيه. طيع والديه في الدنيا محبوب، رضا الوالدين يسعد مولاه. طيع والديها في الدنيا محبوب، رضا الوالدين يسعد مولاه. يسعى الخيرات والهنا هم وشبوب، محفوظ من الصعب ما يلقاه. الجنة تحت قدامهم ما هيش كذوب، سال الطلبة يفسروا لك معناه. جنة تحت قدامهم ما هيش كذوب، سال الطلبة يفسروا لك معناها. آيات مخالفين نزلت في الكتب، في القرآن وزاد وصانا طه. خاطرك الحاج محمد قباش، وفي خاطرك عبد القادر بوسنة وناس الأصناف. آيات مخالفين نزلت في الكتب، في القرآن وزاد وصانا طه. عايق والديها في الدنيا معطوب، لجراح وما كاش طب يداويها. قبل الموت يبان تظهر فيه عيوب، يتمرمد في محاوين وغارق فيه. قبل الموت باين تظهر فيه عيوب،
يتمرمد في محاوين وغارق فيها وقيل حتى يا معمر تو مغلوب وين تروح تروح لازم يديها يا بنادم خايف ربي يطيع وتوب لا تغويك الفانية ترحل منها دنيا غدارة يا بنادم مزروب خلايق ربي شكون يقدر يحسبها أدم بابنا يا الحق مع الغروب بعد العصر في الكتوب قريناها أرحم يا رحمن واغفر الذنوب قدر قوي عبادك تهديها